السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بوكس السعادة. ده اوردر مطلوب مني ما شاء الله. القباط والكنافة يعني مجموعة حاجات كده هنعملها مع بعض ان شاء الله. هنبدأ أول حاجة نعملها مع بعض كده، أول نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ نجهز كده إيه حاجة حاجة مع بعض، وهنتكلم في كل التفاصيل وفي الأسعار وفي كل حاجة. خليكم معايا بقى كده إيه، واحدة واحدة كده لآخر الفيديو، علشان الفيديو فيه تفاصيل كتير. أول حاجة هعملها، أنا عندي نص كيلو كنافة كان في الفريزر، بطلعه كده إيه، وأول ما بيطلع من الفريزر على طول إيه بفركه كده. الكنافة لما بتتحط في الفريزر بتبقى سهلة سهلة، عم تبقى لسه طازة. انا بحب بحط الكنافة في الفريزر عشان بتبقى ناعمة، يعني بتتفرج بسهولة كده وبتبقى ناعمة. ومعايا حوالي نص كوباية سمنة فلاحي، اللي هي السمنة الصفرة البقري، بفرك بس الكنافة كويس، اتأكد ان هي اتفركت كويس. من احلى بصراحة القبات اللي بتطلب مني قبات الكنافة، حلوة قوي وخفيفة وطعمها ما شاء الله جميل. واقول لكم برضو على الاسعار، هقول لكم على اسعار كل قب ايه، بس خليكم معايا كده ايه، هنمشي خطوة خطوة. احط هنا السمنة. بصوا السمنة انا مش بكتر سمنة كتير، لما بعمل الكنافة مش بكتر فيها السمنة كتير، لان انا هسويها في الفرن مش هسويها على البوتاجاز، فعشان ما تبقاش دسمة قوي فانا بحط حوالي نص كوباية تقريبا كده على نص كيلو الكنافة. بفرك كده السمنة في الكنافة كويس، بتأكد بس ان السمنة اتوزعت في الكنافة كلها. ببقى مشغلة الفرن وبحط الصينية على الشبكة في الرف اللي في النص، وبين كل شوية والتانية كده بفتح الفرن ايه كده اقلب فيها تقليب. اما الكنافة بقى تستوى، انا هبدأ انا اعمل كيك. ده مقدار كيك 3 بيضات، ده كيك عادي خالص هنعمله في الخلاط عشان الناس اللي ما عندهاش مضرب وما عندهاش عجان فيعرفوا ايه يعملوها بسهولة، يعني لان انا اتسألت قبل كده ممكن نعمل الكيك الاسبونش نعمله في الخلاط، فلا طبعا الاسبونش ما ينفعش في الخلاط، الاسبونش عايز يا اما مضرب يا اما طبعا عجان، لكن ما ينفعش خالص بالخلاط او الهاند بلندر، لا ما ينفعش. انا حطيت الـ3 بيضات وحطيت نص كوبايه زيت على سمنه ونص كوبايه سكر ونص كوبايه لبن، كل حاجه نص كده، يبقى نص لبن ونص سكر ونص زيت على سمنه و3 بيضات. وحطيت طبعا فانيليا، حطيت 2 ظرف من الفانيليا. كل الحاجات دي كده على بعض كده، وفي الخلاط هضربها كويس لحد بس ما السكر يدوب. احنا مش عايزين نضرب يعني ضرب كتير، احنا بس عايزين نخلط الحاجة دي مع بعضها والسكر بس ايه مجرد ان هو يدوب بس في الخليط. دي هنا معايا كوباية دقيق، انا نخلاها كذا مرة، يعني نخلاها حوالي 3 مرات، وحطيت عليها كيس اللي هو الكيك شيف. لو في بيكنج باودر بحط بيكنج باودر عادي، بس يكون نوع كويس. انا بستخدم دريم يعتبر كويس، يعني عشان لو البيكنج باودر مش حلو بيبوظ الكيكة بتبوظ. يعني قلبت طبعا البيكنج باودر مع الدقيق وذره ملح طبعا، وهبدأ هنا بقى ايه بوسع الاول لنفسي كده، وهبدأ بقى ايه انزل بالخليط السائل اللي عندي على الدقيق، وبضرب كده ايه بالمضرب العادي اليدوي إيه في نفس الاتجاه كده، يعني بحاول كده اخلط كل المواد السائلة بالمواد الجافة اللي عندي. بنزل الخليط كله كده كويس، ببدأ كده اقلبه بس كده مجرد تقليب، بس مجرد ان انا اخلط بس مش اكتر، يعني مش بنقعد نضرب كتير ولا حاجة، لا مجرد بس ما الخليط كله يمتزج مع بعض.
عندي هنا صينية ألمونيا. أنا بفضل إن أنا أستخدم الألمونيا في أي معجنات عامة، وخصوصا كمان لما باجي أعمل أي كيك، يعني أي نوع كيك، أنا بفضل الصينية الألمونيا. بدهنها دهنة حلوة كده برضو من السمنة، سمنة برضو فلاحي، بدهنها دهنة كويسة كده، وبنزل بالخليط بتاع الكيك. مقاس الصينية عندي 28. بصوا الخليط، قوام الخليط عامل ازاي، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، اهو ده القوام اهوت، بوريه لكم بالمعلقه كده. بنزل بكميه الخليط اللي عندي كلها في قلب الصينيه. بصوا الخليط تقريبا اقل من نص الصينيه شويه. هي طبقه الكيك ما هياش هتبقى عاليه قوي لان المقدار مش كتير. بصوا ما شاء الله، هناك كنافه بعد ما طلعت من الفرن كده اتحمرت، انا بس كنت بفتح عليها وقلبتها كذا مره كده وهي في الفرن. ودي الكيكه برضو جهزت معايا، انا كده جهزت الحاجه اللي انا هشتغل بيها. هنا بقى في بوله معايا نص كوبايه سكر، انا مش هكتر السكر قوي عشان الصوصات اللي هحطها فما يبقاش الحاجه مسكره قوي. هو نص كوبايه سكر، وحطيت كوبايه ميه برضو، انا مش هزود الميه لان لسه برضو هضيف حاجات تانية للكريم شانتيه، فانا مش عايزه الكريم شانتيه يبقى خفيف. وده ربع كيلو كريم شانتيه اللي هو ريتش المتحده، والمتحده كويس، انا قلت الكلام ده قبل كده. وهنا معايا باستري، ده مثلا حوالي 4 5 معالق باستري تقريبا يعني. وبرضو انا بحب احط الباستري في اي حاجه لان بيدي طعم حلو اوي للكريم شانتيه، وبيديله دسامه كده، لاني كمان انا بضرب بميه ما بضربش بلبن، فببقى حابه ان انا احط باستري مع الكريم شانتيه. الباستري بيجي من عند مستلزمات الحلواني مع الكريم شانتيه بالظبط. هبدأ هنا كده اقسم الكريم شانتيه اللي عندي، علشان انا مش عايزاه كله فانيليا، هسيب جزء فانيليا. الجزء التاني ده شوفوا الكريم شانتيه تقيل خالص ازاي، انا قصدت ان هو يبقى تقيل كده لان لسه هضيف عليه حاجات. فهنا ضفت مانجا، مانجا عندي هنا مانجا مركزه، يعني ضربة المانجا بحاجة بسيطة خالص من المية. وببدأ بقى كده اضرب المانجا في بالكريم شانتيه كويس، اخدها كده ضربة كده بس بحيث ان المانجا تختلط كويس يعني مع الكريم شانتيه. عايزة اقول لكم ان الكريم شانتيه بالمانجا بيبقى طعمه يعني حلو جدا، جربوه هيعجبكم اوي ان شاء الله. هنا انا خلطت كده، بصوا قوام الكريم شانتيه لما بعمله كده بالمضرب، مع ان ضفت له عصير المانجا بس لسه برضو القوام ما شاء الله حلو. الجزء التاني بقى اللي في البوله الكبيره ده انا هحط عليه شوكولاته، ده صوص شوكولاته كنت عاملاه معاكم برضو قبل كده. صوص الشوكولاته ده شوكولاته خام ومدوباها في لبن سخن، كوبايه اللبن، كوبايه اللبن الحليب تقريبا بحط عليها نص كيلو شوكولاتة. عايزين كمية اقل، هتعملوا مثلا ربع كيلو شوكولاتة يبقى نص كوباية لبن، ومعلقتين كريم شانتيه، وبتدوبه في بعض. ده بيبقى الجناش الشوكولاتة اللي انا استخدمته دلوقتي واللي انا هستخدمه برضو معاكم في بقية الفيديو. يعني نص كوباية لبن، ربع كيلو شوكولاتة خام او الباكو بتاع الشوكولاتة الخام، مع معلقتين كريم شانتيه، واللبن يبقى سخن عشان يدوب طبعا الشوكولاتة كويس. وبقوا صفوا الشوكولاتة، الصوص بتاع الشوكولاتة يستحسن ان انتوا تصفوه بعد ما يعني ما يدوب مع بعض، برضو صفوه عشان تتأكدوا ان مفيش في اي تكتلات. انا هنا كنت ضفت معلقة نوتيلا للجناش عشان اعزز برضو الطعم. بجهز بقى هنا الشغل عندي، عشان ايه، تجهيز الشغل ده بيسهل علينا الدنيا، يعني اما تجهزي شغلك كده هتسهلي الدنيا. بحط الكريم شانتيه في كيس الحلواني اللي عندي، ودي العلب اللي هي المثلثة بتاعت التشيز كيك دي اللي انا هعمل فيها الكنافة. بجهز الشغل وبرتب الدنيا حواليا، ولازم المكان يبقى رايق كده ونضيف وانت بتشتغلي، عشان برضو ده بيسهل عليك الدنيا وانت شغالة. باخد كده معلقتين كده تقريبا في كل واحدة من العلب اللي عندي دي، معلقتين من الكنافة، وببدأ كده اسويها بالمعلقة كويس، بضغط عليها ضغطة خفيفة كده، مش بضغط عليها جامد. يعني انا مش بسقي الكنافه حاجه، هنا الكريمه اللي انا هحطها هضطر الكنافه وهتبقى حلوه معاها، السكر بتاع الكريم شانتيه هيبقى حلو برضو مع الكنافه.
فما تسقوش الكنافة حاجة، لان لما بتسقى شربات بتحجر ومبتبقاش حلوة. انا جربت قبل كده عملتها ومعجبتنيش بصراحة. حطيت طبقة كريم شانتيه بقى هنا بالمانجا، يعني طبقة كنافة الاول طبقة كريم شانتيه، طبعا علشان مساحة الكوب اللي عندي مش كبير، ف يعني ما ادانيش مساحة اكتر ان انا احط طبقات تانية. يعني انا يعني كنت عايزة احط مانجا في النص بس ما كانش فيه مساحة كفاية معايا. برجع احط طبقة كنافة تاني وبرضو بسويها كده، بحاول اسويها اوزع بس الكنافة تبقى مغطية الكريمة كلها. بساوي بس كده وبوزع. الكبات دي حلوة جدا 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 ومطلوبة، وسعرها كمان ما شاء الله جميل. بحاول كده ايه انضف كده الكب، ما بقاش عليه حاجة من بره يعني. ودي اخر طبقة معايا هنا من الكريم شانتيه. يبقى طبقة كنافة الاول، طبقة كريم شانتيه، وبعدين طبقة كنافة تاني مرة، وبعدين طبقة كريم شانتيه على الوش. طبقتين كنافة وطبقتين كريم شانتيه يعني. بساوي بقى الطبقة اللي فوق كده من الكريم شانتيه، بسويها كويس عشان يبقى برضو شكلها مظبوط كده وحلو. هبدأ بقى اعمل كده روزيتات صغننة كده برضو تدي شكل. الجو طبعا حر والكريمة مع انها كانت تقيلة بس بدأت تسيح برضو معايا من مسكتي للكيس الحلواني، برضو بدأت تسيح شوية معايا. هكمل بقى بنفس الطريقة روزيتات كده ايه على كل واحدة. وهبدأ في النص كده احط معلقتين من المانجا كده ايه على الوش يعني بتاع القب. المانجا قطع المانجا دي بتدي طعم حلو قوي، وبرضو ايه شكلها حلو قوي، وتبقى شكل القب كده قيم يعني. بصوا ما شاء الله طبقات كده مع بعض حلوة قوي. القب ده انا طلعت القبين ب25 جنيه، يعني القب ب12 جنيه ونص، القبين طالعين ب25 جنيه. لو بتعملي بقى بوكسات او بتطلعوهم في عروض بيبقوا حلوين قوي، وسعر القب ما هواش غالي وتكلفته يعني ايه معقولة، يمكن المكسب فيه مش كتير قوي بس هو ما شاء الله حلو. التلات قبات التانيين هعملهم كنافة برضو، بس مش هعملهم بقى بالمانجا، هما كانوا مطلوبين مني بالنوتيلا، فحطيت هنا طبقة كنافة وطبقة كريمة بالشوكولاتة، كريم شانتيه بالشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض. وهرجع اكرر بنفس الطريقة، بنفس الطريقة اللي عملت بيها قبات المانجا هعمل اللي بالنوتيلا، نفس الفكرة يعني، بس بدل الكريم شانتيه اللي بالمانجا هحط كريم شانتيه بالشوكولاتة، نفس الفكرة يعني. وبصراحة هو كان يعني اللي طالبة الاوردر هي كانت عايزاه كده، عايزة 3 نوتيلا و3 مانجا على حسب يعني ما الطلب مني يعني. برضه احط هنا اخر طبقة عندي طبقة كريم شانتيه بالشوكولاتة او بالنوتيلا. انا ضربت الكريم شانتيه طبعا زي ما انتوا شفتوا ضربته بصوص شوكولاتة وضفت له معلقة نوتيلا، فما شاء الله طلع الكريمة طعمها ما شاء الله جميل. انا هقفلها واحطها في الفريزر شويه علشان كانت الكريمه بقت سايحه، فكانت عايزه تدخل الفريزر قبل ما احط اخر طبقه يعني. دي القبات اللي انا هشتغل فيها الكيك. بقطع الكيك كده وببدا احط احط في العلبه دي الاول، العلبه اللي هي المستطيله دي العلبه، علبه مقاسها صغير مش كبير يعني، انا مش فاكره مقاسها كام بالظبط بس دي العلبه الصغيره، هو في اصغر منها مقاس كمان تقريبا او مقاسين، هي تقريبا العلبة دي ربع كيلو عم اعتقد يعني، تاخد ربع كيلو تقريبا. حطيت شوية من صوص الشوكولاتة كده في العلب، ومحدش يقول لي انت مزودة في صوص الشوكولاتة، هو لو يعني هو طالع اوردر كده ايه لواحدة حبيبتي فانا مزودة فيه شوية. انتوا لو هتطلعوا طبعا ما تحطوش كمية الشوكولاتة دي، طبعا هتقللوا عشان التكلفة ما تعلاش ما تبقاش عالية عليكم يعني، ممكن تحطوا بس كده حاجة بسيطة دي يعني تدي شكل بس كده.
بحط هنا طبقة كيك، وبسقي هنا ده لبن عليه معلقة جناش شوكولاتة، وهرجع احط برضو من صوص الشوكولاتة، وبعدين هحط كريم شانتيه. وده كله الكريم شانتيه اللي انا ضربته معاه، يعني ضربناه في الاول، يعني عملت منه كبات بتاعة الكنافة، وبقيته هعمل بيه التلاتة دول، العلبة والكوبين الصغيرين. عشان كده انا كنت مزودة الكريم شانتيه بالشوكولاتة، كنت مزوداه لان انا عارفة اللي مطلوب مني ايه، وعارفة هستخدم قد ايه. حطيت هنا شوية كده كريسب الصغير اللي هو الشوكولاتة، وهرجع اعمل طبقة كيك تانية. يعني انا هعمل طبقتين من الكيك، وفي النص طبعا كريم شانتيه، وطبعا هحط كريم شانتيه برضو تاني طبقة بقى على الوش. دي بيقولوا عليها تورتة العلبة، بس العلبة اللي انا عاملة فيها يعني علبة صغيرة ميني، يعني مش كبيرة. هي مفروض تتعمل في علبة مقاس كبير عن كده، بس الحجم ده اللي اتطلب مني. هبدأ احط هنا طبقة كريم شانتيه كمان، وهساوي كده بالراحة الكريم شانتيه. العلبة برضو صغيرة معايا، برضو مش مخلياني، مش مدياني فرصة اتحكم يعني واحط كميات اكتر من كده. هبدأ احط كريم شانتيه تاني، لان حسيت ان هي لسه محتاجة، مش متغطية كويس يعني بالكريم شانتيه. هسويها كده، وهنضف العلبة كده كويس، وهركنها على جنب، وابدأ اعمل بقى القبات الصغيرة بنفس الطريقة. برضه هحط طبقة كيك في كل علبة كده. واهم حاجة زي ما انا قلت لكم، ان انتوا ترتبوا الشغل علشان يسهل عليكم. يعني انا بشتغل كده في القبات مع بعض في نفس الوقت، طبقة كيك في كل علبة، وبعدين طبقة كريم شانتيه، وبعدين هرجع احط طبقة كيك تاني. يعني تظبيط الشغل ده بيوفر وقت ومجهود. وبسقي برضو الكيك بنفس الطريقة بالظبط، طبقة كريم شانتيه على الوش، وهساوي كده برضو، واظبط كده القبات يبقى شكلها كده متساوي كده. الكب الصغير ده انا طلعته ب10 جنيه، والعلبة تورتة العلبة الصغيرة دي انا عملتها ب15 جنيه، طالعة ب15 جنيه. بعمل روزيتات كده بدي شكل كده للقب، بعمل روزيتات صغننة كده داير ما يدور كده على القب، وهحط في النص كده شوية من صوص الشوكولاتة برضو، وهزين بكريسبي كده صغير. العلبة الكبيرة عايزة تخش التلاجة شوية، كانت محتاجة تدخل التلاجة لان الكريمة كانت ساحت شوية عليها. بصوا شكله ما شاء الله، شكل القب بقى تحفة. حطيت شوية شوكولاتة برضو، شوية من صوص الشوكولاتة، بس هدخلها الفريزر شوية لان الصوص كان ساح مني، وكانت عايزة تخش في الفريزر شوية. هبدأ اعمل بقى اللي بالفانيليا، وده اخر جزء معايا، اخر جزء من الكريم شانتيه. ده الكريم شانتيه اللي انا كنت سايباه بالفانيليا، ما كنتش حطيت عليه حاجة. يعني انا جزء حطيت عليه الشوكولاتة، وجزء حطيت عليه مانجا، وده كان الجزء التالت، كنت سبته كده ما ضفتلوش اي حاجة. وهعمل برضو نفس الطريقة، بس هنا بحط صوص كراميل في النص، بدل صوص الشوكولاتة احط صوص كراميل. وبرضو نفس الطريقة، طبقات برضو كيك، طبقتين من الكيك، وطبقة كريمة في النص. طبعا هي الطريقة يعني مش محتاجة شرح. واحط برضو كده طبقة كريم شانتيه اخر حاجة. لو بتطلعي بقى بوكسات ممكن تشكلي بقى يعني تحطي بقى كده في، يعني تاخدي افكار يعني وتحطها في البوكسات معاكي. يعني بزين كده بصوص كراميل برضو. صوص الكراميل ده عايزه اقول لكم حلو قوي، ده الكيس بتاعه ب25 جنيه، نص كيلو، وطعمه بصراحه فظيع، وبيدي قيمه حلوه قوي للكب اللي انت بتعمليه.
بزود كده وبتوسط. هزين هنا عندي شوكولاتة اللي هي المندولين دي، دي وحدة الشوكولاتة تقريبا ب3 جنيه، انا هكسرها كده نصين، هحط نص على كل واحدة، على كل علبة، وهاخد بقى قطع صغيرة احط هنا على الكب الصغير ده. بصوا ما شاء الله شكل الكب تحفة بصراحة. برضو الكب الصغير طلعته ب10، وبرضو العلبة طلعت ب15 جنيه. دي هنا بقى الكنافة بالنوتيلا، كنت دخلتها طبعا الفريزر شوية علشان كانت الكريمة ساحت خالص. بدأت بقى الوقت احط نوتيلا هنا على 2، حطيت على 2 نوتيلا، والتالتة دي حطيت عليها صوص شوكولاتة. وبرضو ده طلب برضو العميل، هو اللي يعني هي اللي طالبة كده، هي عايزة 2 نوتيلا وواحدة شوكولاتة. وزينت هنا كده بكم واحدة من اللوز، خطوط كده هنا من الشوكولاتة، وهنا شوية من الكريسبي. ما شاء الله الاوردر كله ما شاء الله جميل، بألف هنا يا رب. والاسعار زي ما انا قلت لكم، القب الصغير طالع ب10 جنيه، العلبة ب15، الكنافة اي واحدة من الكنافة ب12.5. لو وصلتوا معايا لحد هنا تنسوش تدعموني، اشتركوا في قناتي.